السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل ديجي مع حصة جديدة من حصص الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي. اليوم سندير حل مسألة من مادة الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي. المشكلة سنبدأ على بركة الله. اشترى يوسف علبة جبن فيها 17 قطعة، أكل 7 قطع في الصباح و4 قطع في المساء. السؤال الأول، ما هو الكسر الممثل لعدد القطع المأكولة في الصباح؟ السؤال الثاني، ما هو الكسر الممثل لعدد القطع المأكولة في المساء؟ السؤال الثالث، ما هو الكسر الممثل لعدد القطع المأكولة في اليوم؟ سنبدأ بالسؤال الأول، الكسر الممثل لعدد القطع المأكولة في الصباح هو 7 × 17. الكسر لعدد القطع المأكولة في المساء 4 × 17. الكسر الممثل لعدد القطع المأكولة في اليوم 11 × 17. وهكذا أعزائي التمارين نكون قد أنهينا. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.